السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي. واليوم توقعات برج الأسد، توقعات عاطفية، يعني قراءة عاطفية لبرج الأسد الشمسي والقمري والطالع. ولا تنسوا أنها قراءة عامة ومعممة، قد تنطبق على البعض منكم كليا أو جزئيا، لذلك خذوا يعني ما ترتاحون إليه من الرسالة وما ينطبق على وضعيتكم وعلى مشاعركم، والباقي يعني اتركوه يرحل في سلام، فهناك شخص آخر قد يحتاج لهذه الرسالة. واخا كان غادي نديروا السحب، وبعد ذلك غادي نشوفوا ما هي نصيحة الملائكة. ولنبدأ، كنتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. لنرى ما هي توقعات عزيزي برج الأسد، لنرى ما هي توقعات عزيزي برج الأسد. أنا أحب أن ألمس الكارت لكي أحس بالطاقة، هكذا. ولنبدأ، كنتمنى لكم حظ سعيد يا ربي الحبيب. بسم الله، لنرى ما هي قراءة عزيزي برج الأسد. الله، نعم، عزيزي برج الأسد، أنت طاقتك هي التعب واليأس، أنت يعني عيان، يعني أنت متعب، واخا عييتي وعيان، يعني أنت تحاول الهروب من المصير، تحاول الهروب من المصير، تحاول السيطرة على المشاعر. أنت كتقول أنا لا أحبه، هو لا يحبني، يعني أنت لوحدك يعني تفكر هذه الأشياء، لكن أنت يعني في قلبك، يعني في أعماق قلبك تعرف أن هذا ليس صحيح، يعني هذا يعني أنت تعرف أن هذا الإنسان يعني حب حياتك، حب حياتك، نعم، وأنت يعني تحاول نسيان هذا الشخص، نعم. ولدينا من جهة قوة المشاعر، قوة المشاعر والتواصل الروحاني بيناتكم، بينكما هناك تواصل روحاني قوي جدا ومستمر، وهذا من جهة يحرق قلبك، يعني ألم، تحس بالألم بسبب هذا الحب، ومن جهة أخرى يسعدك، تحس بالسعادة. لماذا؟ لأنك تحبه، لأنك لا تفقد الأمل، وتعرف حق المعرفة أنه ليس فقط توأم الروح هذا الإنسان، بل توأم الشعلة، نعم، يعني هي وضعية معقدة، نعم، لكن هناك حب كبير جدا. نحن نتكلم عن توأم الشعلة عزيزي، واخا واصل. الله 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 على كارت، يعني بثلاثة، الله الله، واخا الله، يعني توأم الشعلة بدون شك، بدون شك. أنت عزيزي في صراع بين حبك للرحمن، للرحمن الرحيم، نعم، أنت في صراع بين حبك للخالق، أنت إنسان طيب وروحاني أو محافظ، وبين حبك، يعني أنت في صراع بين يعني حبك لله، يعني كتخاف من الله، وحبك لتوأم الروح، لتوأم الشعلة، يعني أنت في صراع شديد، تريد إرضاء الرحمن، لا تريد الإساءة للناس. يعني شوفوا على كارت الله، أنت ملاك الله، لا تريد الإساءة للآخرين. نحن نتكلم عزيزي عن علاقة ثلاثية، لذلك كل هذا الصراع وكل هذه المعاناة، ربما هناك زواج وأطفال، نعم، ربما أنت مرتبط أو هذا الشخص مرتبط ولديه أطفال، واخا، وأنت في صراع شديد، يعني بين يعني بين الله وبين يعني بين السماء وبين الأرض، يعني أنت يعني أنت يعني الروح في السماء تفكر في الخالق، تفكر يعني في الخير، تفكر في هذه الأشياء، يعني في إرضاء الرحمن،
هنا يعني في الجانب المادي تريد إرضاء يعني قلبك، يعني تحبه، أحسن أعوانكم، الله يكون في عونكم، تحبه وتعرف أنه يحبك. هذا الشخص يعيش في قلبك، في روحك، في عقلك، في جسدك، يعني حب قوي جدا. نحن نتكلم عن توأم الشعلة، وهذا لا يحدث كل يوم. هو يعني سنتكلم في فيديو يعني عن توأم الشعلة وتوأم الروح، يعني هناك فرق. واخا هذا الإنسان في قلبك، في روحك، في عقلك، في جسدك، يعني مستحيل إخراجه وإبعاده يعني من حياتك بسهولة، يعني مستحيل مستحيل. أما هذا الشخص، هذا الشخص كان نائم أو يدعي بأنه نائم. نعم، هو يريد يعني يريد قطع العلاقة التي يتواجد فيها. لماذا؟ لهذه الأسباب. يعني أنت الله، شوفوا هذا يعني هذا يعني الاختيار، هذا كارت يعني يجب يعني قطع العلاقة التي فيها التفكير المستمر، نشاط مستمر، نشاط عقلي، اكتيفيتي مونتال تري تري فورت، يعني نشاط عقلي قوي جدا. هذا الإنسان سيجن، يفكر، يحلم، يخطط عقليا، حتى أنه يحس يعني بوجع الرأس، وخ يبحث يعني عن الحلول، يبحث عن الحلول. لكن هذه الكرت تتكلم عن تحقيق الأمنية، أمنيتك وأمنيته. نعم، يفكر فيك ليل نهار، ليل نهار، ويفكر في يعني البحث عن الحلول، الاختيار الصحيح. يعني هذا الإنسان مريض مسكين. نعم، لنتابع قراءة جميلة جميلة قوية بزاف. هذه القراءة يعني بزاف ديال طاقة الحب، وطاقة يعني طاقة الحب الحقيقي والصافي. لكن هناك معاناة كثيرة كثيرة، وصمت وأسرار. الله يا ربي الحبيب، استغفر الله. هذا الإنسان استيقظ كما لو رميت، يعني بحال إلا رميتي يعني كيفاش كنقولوا، بحال إلا رميتي سطل ديال الماء، سطل ديال الماء بارد وناض. يعني هذا الإنسان كما لو رميت يعني كما قمت بتفريغ دلو من الماء البارد، وقام استيقظ وهو يتساءل، معقول أكون حبيت يا ناس؟ إيمان كتكلم دابا بالمصرية، معقول أكون حبيت؟ يعني هو يتساءل ويكذب عن نفسه. أنت كذلك يعني مثلك، لا أنا لا أحب هذا الشخص لكنه يحبه، ويتساءل هل يعني هل أنا أحببت لهذه الدرجة، وأني حتى أفكر في ترك حياتي من أجل هذا الشخص؟ يعني هو يعني في يعني ليس هناك توازن في حياتي بسبب هذا الحب، هو في معاناة كبيرة كبيرة كبيرة. نعم، تعب من إخفاء الأسرار، يعني تعب. ربما البعض منكم يحبون في السر، البعض منكم يعني لديهم يعني البعض منكم عندكم علاقات حميمة، يعني تفهمون علاقات حميمة في السر، والبعض الآخر يحب في السر أو فقط بالنظرات ويعني بالكلام، لكن لا تتكلمون عن حبكم بل عن أشياء أخرى. نعم، يعني هناك يعني مواقف وضعيات مختلفة في هذه القراءة لعزيزي برج الأسد. واخا يعني هذا الإنسان كما قلت عنده نشاط عقلي كبير 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 جدا، يعرف يعني أنه عاجلا أم آجلا عليه اتخاذ القرار. يعني بعد هذا التفكير وهذا النوم وهذا، عليه يعني اختيار. وماذا سيكون اختياره؟ ماذا سيكون اختياره؟ طبعا أنت، هذا أنت، يعني تحقيق الحلم ما يريده. هذا الإنسان يضحي بحياته من أجلك، ما تقول هذا الكارت؟ يعني رغم الحب هو يعني بعيد عن حبه، يضحي بحياته، لا ينام، يفكر، الأرق، يعني قلة النوم، يحلم يعني يفكر بكثرة. وسبب هذا يعني هذا التفكير، كثرة التفكير
وكثرة هذا النشاط العقلي المرضي، يعني حتى أنه أحيانا يحس بوجع قوي في يعني برأس، وجع الرأس كيحرق راسه. هذا الإنسان يفكر أنه يستحق يعني أن يعيش معك، الاستمتاع معك، هذا ما يعني هذا ما يفكره، يعني هو يفكر يعني أنه الله، شوفوا يعني بداية هو يفكر في النهاية، هذه نهاية وقطع واختيار وقرار، وهذه بداية حب، يعني الله هذا توأم الشعلة، يعني حب 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 حقيقي، يعني حب، يعني سيقوم بلاتي. التاروت لا يتكلم عن الوقت، ماذا سيحدث هذا؟ هذا ما في يعني ما في عقله. نعم، التاروت ما كيقولناش متى، فقط يتكلم عن الطاقات وما في الأفكار والمشاعر. واخا هناك طاقات سلبية كذلك تؤثر في هذه العلاقة. نعم، هناك امرأة، يعني امرأة صغيرة لا تفوق الـ40، طاقتها هوائية، هناك طاقة حسد وكراهية من طرف هذه المرأة، وهناك طاقة سلبية أخرى لكن امرأة يعني أكبر، ربما 50 أو أكثر أو 60 سنة، طاقتها سلبية وتؤثر على تفكيرك الإيجابي. نعم، يعني هذا الإنسان يجعلك تفكر أن هذا الإنسان لا يحبك، هذه المرأة يعني الكبيرة، لكن هي ليست يعني من وراء، يعني وراء، هي تفعل هذا لحمايتك، هذه المرأة لحمايتك فقط، لكنها طاقة سلبية وتؤثر فيك، يعني تغير تفكيرك وطاقتك الإيجابي. فهمتوني؟ هناك امرأتان، واحدة صغيرة يعني طاقة سلبية حسد وكراهية، والثانية كبيرة، نعم 50 60 سنة أو أكثر، وهي يعني طاقتها سلبية لكن للحماية فقط، تريد حمايتك. نعم، هذا الإنسان في عقله فكرة، قطع بداية، اختيار الذهاب إلى هنا، يعني أنت إلى أن، يعني إليك أنت، هو يفكر، يعني لديه فكرة تتكرر في عقله مرارا وتكرارا. هو يفكر أن يأتي يعني فجأة هكا بحال مجنون، يخلي كل شيء، يترك كل شيء ويأخذك بعيد للعيش معك، ويريد ويفكر حتى بالزواج لأنه لا يمكنه تحمل هذه الوضعية السيئة. واخا هو يعاني بزاف بزاف مثلك أو أكثر، واخا لا يمكنه تحمل هذه الوضعية، وهذه الأفكار عزيزي ستتجسد قريبا قريبا. التاروت لا يقول لك متى لكن قريبا، يعني كلها يعني طاقة حب قوي، وعدم يعني عدم ال يعني عدم يعني لا يمكنه الاستمرار في هذه الوضعية، يريد التغيير لأنه مريض، وأنت كذلك، لكن طبعا الأشياء في يده هو. ربما حتى أنت مرتبط أو متزوج ولديك أطفال، أنت عزيزي برج الأسد أو هو، وطاقة هذا الحبيب قد تكون طاقة ترابية، يعني هو قد يكون عذراء جدي أو ثور، أو كذلك طاقة نارية، يعني أسد مثلك، قوس أو حمل، والطاقة السلبية هي طاقة هوائية. وخا يعني ميزان دلو.